هذه لجنة تحكيم، وهؤلاء هم المتسابقون. المسابقة هنا ليست بالغناء أو بعرض مواهب جسدية، هنا عنوان المسابقة هي القدرة على المناقشة وطرح الأفكار والتحليل. كان موضوع استخدام الإنترنت هنا حاضرا بين المؤيدين والمعارضين، منهم من دعا إلى استخدامه بشكل عادي، ومنهم من حذر منه ودعا إلى تقييده. حجة الدفاع عن الأفكار هنا كانت حاضرة بالبراهين ومخاطبة الجمهور عند الفريقين. صارت 1000 حالة طلاق في السعودية بسبب التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والتاندو. تضيع أجمل لحظات أوقات الحياة التي لن تتكرر. تضيع بعض أوقات الفراغ بما لا ينفع. قطع صلة الرحم والقرابة. أكيد أنا تعلمت هالإشي من أساتذتي ومعلماتي في المدرسة. أنا من خلال تدريبي من قبل شهرين وإحنا نتدرب، أكيد أنا اعتمدت على هاي الوسائل كلها، قرأت جرائد، قرأت صحف، قرأت كتب، أكيد بعتمدتش بس على الإنترنت، بس أنا مش بطالب بإلغائه، أنا بطالب بتقييده بشكل عام، لأنه أصلاً إحنا صح بطلنا نعتمد عليها نهائياً، أصلاً صاروا يستخدموها لتلميع أزاز الصحف. يعني إن الواحد بحس حاله واثق من نفسه، موقف أعطاه إنه شخص مهم، مش زي أي شخص عادي، بوقف قدام الناس وبيحكي ويعني وكأنه شخص يعني مرموق. ساعدني إن أنا كيف أتعامل مع الناس، كيف يعني إذا طرحوا علي موضوع أناقشهم بكل هدوء، ما فيش داعي لأنه إحنا نعصب ونصير إنه نحرق دمنا كتير، فلازم إنه نحكي لغة الناس يفهموها، نوصلهم يعني ضروري نحكي كتير عشان الناس يفهموا، بجوز كلمة واحدة تأثر فيهم، وتعلمنا كيف نحاور الناس بطريقة منيحة وبتليق في أي واحد. المسابقة التي تنظمها مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي كانت تحت عنوان مسابقة منتدى الحوار الوطني الفلسطيني كمنهجية تعليمية بديلة في المدارس الفلسطينية. تهدف هذه المسابقة إلى رفع مستوى المهارات الفكرية العليا وتطبيقها في الأنشطة، إضافة إلى تطبيق طلبة المدارس مبدأ العمل ضمن الفريق لإقناع الطرف الآخر. بحاول أسمع نتيجة. أنا بهمني أسمع حد يقنعني بوجهة نظر تستند إلى المنطق أكثر منها إلى العاطفة. احنا نشاطنا الرئيسي هو فن المناظرة في المدارس، بنشتغل مع الطلاب من الفئة المستهدفة الرئيسية الطلبة، فيها بيتم تعريضهم لمهارات فن المناظرة ابتداء من بداية العام إلى نهاية العام. اليوم هو اختتام لفعاليات فن المناظرة في المدارس. اليوم هو يوم التصفيات، في عنا 10 مدارس حتى نطلع منهم المراتب الأولى 3. مظبوط إنه إحنا في عنا قائمة رصد بنقوم من خلالها برصد يعني أداء كل فريق أو أداء كل فرد في الفريق، لأنه بنطلع عادة بعلامتين، علامة لكل شخص، لأنه بهمنا إنه كمان نعرف الطالب أو الطالبة المتمكن أو المميز، لأنه هدول بالآخر بتم ترشيحهم للمباريات أو خلينا نقول المناظرات الوطنية اللي بتنعقد على مستوى الوطن بفلسطين، وهم اللي حكى عنهم مدير المؤسسة سيد عودة زهران بأنه بيمثلوا فلسطين بالخارج. فبيكون عندنا علامتين، علامة للفرد أو للطالب أو الطالبة، وعلامة كيف أنا بدي أقنع الطرف الآخر ويكون عندي آراء مختلفة، يعني أنا أقنعه برأيي وأقتنع برأيه، مش شرط أنه اللي أنا بحكي فيه صح لكن أقتنع وأقنعه. الحوارات هاي اللي بلشتها معنا مؤسسة أفكار يعني عملت دور كبير معنا إحنا كطلاب، يعني كنا ما نعرف نحاور أو نتكلم مع حدا أكبر منا، صراحة نمت شخصية وعملت دور كبير. المسابقة هذه بدأت في 14 مدرسة حكومية وخاصة لهذا العام في محافظتي نابلس ورام الله، إلى الوصول إلى المرحلة الثانية والتي يشارك فيها 160 مدرسة حكومية داخل 16 مديرية تربية وتعليم في كافة المحافظات، لتخريج أفضل فريق مدرسي في فن المناقشة والحوار والتمهيد للمشاركة في البطولة الدولية التي تقام في دولة قطر في العام الجديد القادم. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.